السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفطائر اللي كتجي غزاله البنات. مهم كيف ما شفتوا معايا، غادي هنايا غنحتاج في الدقيق 250 غرام من الدقيق الابيض، اي دقيق الفورس، و 250 غرام من دقيق الفينو، ملعقه كبيره من خميره الخبز اي الخميره الفوريه، جوج معالق كبار من ياغورت طبيعي كيف ما شفتوا، هذا كيتعتبر كمحسن للعجين. وغناخدو جوج معالق زيت الزيتون كبارين، الملح حسب الذوق، وملعقه كبيره من السكر سنيده. وغنجمعوا العجين ديالنا بالماء الدافئ كيف ما شفتوا معايا، غنحاولوا نبقاو نزيدوا في الماء بشويه بشويه هكذا حتى تجمع لينا العجين ديالنا، ونحصلوا على واحد العجين اللي كيكون يعني ماشي قاصح وماشي خفيف بزاف على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. صافي هنايا ملي كنجمعوا غادي نعملوا على سطح العمل، وغادي نبدا كندلك فيه هكذا بشويه بشويه تقريبا شي 5 دقائق هكذاك. صافي، ومن بعد ملي عندلكم مزيان على هذا الشكل غادي نرجعوا في البول ديالو، وغادي نغطيه وغنخليه حتى يختمر معايا. وبما يخص هاد العجينه البنات، غزال يا البنات، انا متاكده غادي يعجبكم وتقدروا تستعملوه في المعجنات ديالكم كاملين، وبما فيهم يعني البيتزا حتى هي تقدروا تستعملوها كعجين البيتزا، غير كتنسموها هكذا بقليل من الزعتر صافي، وكتبقاو تعملوها البيتزا عادي. وهنا دس غادي نحضر الصلصه البيضاء اللي غادي نعملها في هاد الفطائر هادو. غادي نحتاج فيها الكريمه ديال الطياب هادي اللي كتبع هكذا خاصه بالطياب، وغادي نستعمل فيها الجبن المثلث كيف ما شفتوا معايا. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غنحاول نمزجهم مع بعض بجوج، وغادي نحاول نطحنهم هكذا بالباتور باش نحصل على واحد الكريمه تكون هكذا شويه ثقيله. والا حسيت براسي يعني زدت الكريمه بزاف غادي نزيد عاود شويه ديال الجبن حتى نحصل على واحد كريمه اللي تجي هكذا ثقيله باش ما تخرجليش من الفطائر ديالي، مخصهاش تكون خفيفه. صافي غنستمر هكذا بالتحريك كيف ما شفتوا معايا. الصبح بدا من طلعته، وهنا كيف ما شفتوا معايا ان الكريمه ديالي جات شويه خفيفه، غادي نزيد واحد القطعه من الجبن وغنعاود نضربهم مزيان بالباتور صافي حتى نحصل على قلت لكم على القوام ديالي يكون شويه ثقيل. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا هذا هو القوام ديالها على هذا الشكل هذا. صافي هنايا دوس باش غنحضر الحشوه. بالنسبه للحشوه غنعمل انا جوج الحشوات، غنعمل هكذا السبانخ اللي خديتها وغسلتها مزيان كيف ما شفتوا معايا، وزولت لها ديك العويدات ديالها. صافي هنايا وغنزيد لها قليل من زيت الزيتون عفوا والملح وقليل من الفلفل الاسود. صافي وغنخليها هكذا كتشحر حتى تنزل لي حتى تنزل، نتوما عارفين الطياب ديال السبانخ كيفاش كيكون. وبالنسبه للحشوه الثانيه كما شفتوا معايا خديت الفلفل هنايا الاحمر والبصل وقطعتهم على شرائح طويله، يمكن لكم تعملوا اي فلفل عندكم، يمكن لكم تعملوا اي حشوه كتعجبكم، وعملت عليهم زيت الزيتون والملح وقليل من الفلفل الاسود. صافي وغنخليهم هكذا كيتشحروا لي حتى يطيبوا حتى هما. صافي وهنايا دزت العجين ديالي كما شفتوا معايا اختمر وطلع مزيان كيف ما شفتوا. صافي هنايا غادي نبدا غادي نزولو من البول ديالو، وغادي نبدا كنخرج منه ديك الهواء اللي كيكون فيه. صافي وغنبدا نقطعو على الحجم اللي بغيت، الا بغيتو هاد الفطائر يجيوكم صغار يمكن لكم تعملوهم صغار، بغيتوهم متوسطين اولا كبار كيبقى لكم الاختيار ديك الساعه. انا غنعملهم على شكل متوسط يعني ما كبار ما صغار، غادي يجيو على شكل فطائر البيدا التركيه اللي كنت شاركت معكم شحال هذه، حتى هما العجين ديالهم كيجي غزال يا البنات، وحتى هو كيجي خفيف بحال القطن بحال هاد العجين تقريبا. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا غادي نبدا كنشكلهم على هذا الشكل هذا، وغنبقى كنرش هكذا قليل من الدقيق باش ما تلصقليش العجين.
صافي. وهنايا غادي نبدا كنطلق في العجين ديالي على هذا الشكل، هذا شكل طولي، وغادي نحاول نركز غير على الجوانب، هما اللي نرققهم شويه، والوسط العجين غنحاول نخليه شي شويه غليظ كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، باش غادي لان الجوانب غادي نعاود ندوبلهم، غنعمل لهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل صافي. وغنبقى كنجمع الجوانب كاملين على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على هذا الشكل هذا طولي كيف ما شفتوا معايا. هنايا بنتي كتعاونني كتمكن لي هذا الطاوه ديال الفرن صافي. وغنحاول نزول دوك الزوائد اللي غيبقاو لي في الاخر صافي. هنا كما شفتوا معايا دائما كنعمل شويه دقيق كيف ما شفتوا العجين، لان كيجي خفيف بزاف باش ما يلصقليش هكذا في المطلق او لا في هذه في سطح العمل صافي. دائما على شكل طولي، والجوانب كندوبلوهم على هذا الشكل هذا كيجي فيهم المنظر غزال يا البنات صافي. انا ندور العجين لان كيجيني هكذا اسهل على هذا الشكل، كيجيو بحال شكل قارب كيف ما كتشوفوا معايا صافي. وانا غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي العجين، كيجيو على هذا الشكل هذا البنات صافي. وهنايا غناخذ الصلصه ديالي اللي صايبناها من قبل، الصلصه البيضاء كيف ما شفتوا معايا، غادي نبدا كنعملها في الوسط على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ سبانخ ديالي اللي حضرت من قبل، والفلفل والبصل اللي عاود حتى هما شحرتهم من قبل صافي. وغنبدا كنوضع فيهم هكذا فوق هذه الصلصه البيضاء. بالنسبه لهاد الصلصه البيضاء يمكن لكم تستعملوها البنات في عديد من المملحات، كيف ما اي مملحه يعني تقدروا تستعملوها فيها صافي. وهنايا غنبدا كنوزع سبانخ على هذا الشكل هذا. على فكره البنات هاد الصلصه كتواتى بزاف مع السبانخ بالخصوص، كتجي غزاله كتعطي واحد الطعم غزال يا البنات صافي على هذا الشكل. ومن بعد غنعمل التونه من الفوق، يمكن لكم تعملوا اي حاجه كيف ما قلت لكم البنات، بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه صافي. ومن بعد غنعمل الجبن الموتزاريلا من الفوق، وغندخلهم من الفرن على درجه حراره 180، غنشعلهم من التحت ومن بعد غنشعلهم من الفوق صافي. وهالفطائر ديالي واجدين. وبالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش هكذا الجبن بزاف في الماكله بحال هكذا، بحال بنتي انا ما كيعجبش الجبن يعني كثير، يعني بحال هكذا غير من الفوق يعني صافي. اما يكون صلصة فيها الجبن وعاد نعمل الجبن بزاف ما كتبغيليش، غادي ما غاديش نعمل لا الصلصه البيضاء. غادي ناخذ بعض من العجين، بعض من هادو اللي صايبت، وغادي نعمل لهم لاصوص طوماط يعني صلصه الطماطم اللي كتباع هكذا جاهزه، غنعملها لا وغنعمل التشارميله ديالي عاديه او الحشوه ديالي عاديه، وندخلهم الفرن حتى هما كيعطي واحد المذاق غزال كما شفتوا معايا، كيجيو على شكل بحال البيتزا بحال. يمكن لكم تزيدوا الزيتون، يمكن لكم تنسموا بهكذا بالاعشاب منسمه الزعتر او لاي عشبه هكذا منسمه. انا غادي نوري لكم اللي غنعمل بالطماطم صافي. وهكذا كنستمر حتى كنكمل العجين ديالي كامل كما كتشوفوا معايا. وصافي البنات الفطائر ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو غزالين البنات انا متاكده غادي يعجبوكم. وبالنسبه للعجين ديالهم كيف ما قلت لكم كيجي خفيف بحال القطن كيف ما شفتوا معايا. هنا غنحاول نفتح معكم هذه باش تشوفوا كيفاش كيجيو. هنا مازال سخانين عاد خرجتهم من الفرن، هذه اللي عملت بالطماطم الجاهزه اللي قلت لكم كيف ما شفتوا معايا، كيجيو غزالين البنات متاكده غادي يعجبوكم صافي. البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو البنات وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسونيش من لايكاتكم، وما تنسونيش من التعليقات ديالكم اللي كيحفزوني وكيدعموني وكيشجعوني نزيد نعطي اكثر واكثر في القناه. وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم، هكذا غادي تكبر العائله ديالنا وكلشي يستافد ان شاء الله. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله فيديو اخر،
وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.